مرحبا بكم من دار بازيز. اليوم سنتحدث عن 4 أشياء تبقيك بصحة جيدة. أولا، عليك بالأكل المتوازن، خاصة أكل 5 قطع من الغلال و5 قطع من الخضر. ثانيا، عليك أن تشرب 1.5 لتر من الماء على الأقل في اليوم الواحد. ثالثا، يجب أن تخصص نصف ساعة للرياضة، خاصة المشي والسباحة. رابعا، الرجاء الابتعاد عن المخدرات والتدخين والابتعاد عن السكريات والدهنيات وكذلك التنقيس في الملح.